السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط انا استاذ زيد اللامي مدرس ماده الكيمياء للثالث متوسط اليوم راح ناخذ الفصل الثاني اللي هو عناصر الزمرتين الاولى والثانيه. آه عناصر الزمرتين الاولى والثانيه راح ناخذ بها هذه العناصر شنو صفاتها العامه وناخذ الصفات الفيزيائيه إلها والصفات الكيميائيه لها ونختص بدراسه الصوديوم والكالسيوم. بس انوه على شغله هذا الفصل عندكم الحذوفات اللي هي استعمالات الصوديوم واستعمالات كلوريد الصوديوم هذا حذف عندكم من المنهج خلينا نبدا هسه بالمحاضره عناصر الزمرتين الاولى والثانيه تحتل عناصر الزمرتين الاولى والثانيه الطرف الايسر من الجدول الدوري ومرتبه حسب زياده اعدادها الذريه هذا الجدول الدوري مالتي يقول لي تحتل الطرف الايسر من الجدول الدوري هاي الزمره الاولى وهاي الزمره الثانيه وهذا الطرف الايسر من أسر. هاي عناصر الزمره الاولى هاي عناصر الزمره الثانيه تشمل عناصر الزمره الاولى الفلزات القلويه عناصر الزمره الاولى اسمها الفلزات القلويه اللي هي شنو هي عناصر الزمره الاولى عندي الليثيوم اللي العدد الذري ثلاثة والصوديوم عدد الذري 11 والبوتاسيوم عدد الذري 19 والريبيديوم عدد الذري 37 والسيزيوم عدد الذري 55 والفرانسيوم عدد الذري 57 تشمل عناصر الزمرة الثانية فلزات الأتربة القلوية عناصر الزمرة الثانية سميت بفلزات الأتربة القلوية اللي هي هن البريليوم 4 والمغنيسيوم 12 والكالسيوم 20 والسنترونتيوم 38 والباريوم 56 والراديوم 88 انتو بدراستكم بالثالث متوسط قلنا من الواحد للعشرين يعني فقط هذني انتو مطالبين بها هذني فلا تخافون هسه اجي اخذ تمتاز هذه عناصر الزمرة الأولى والثانية صفاتها أخذها بصورة عامة الصفات العامة لعناصر الزمرتين الأولى والثانية ذات كهرو سلبية واطعة وطاقة تأين واطعة طلاب هن حفظ لازم تحفظ اياهم والملاحظات اللي اقول لك عليهن سجلن بالدفتر يما. يحتوي الغلاف الخارجي NS1 لعناصر الزمرة الأولى على إلكترون واحد الغلاف الخارجي بالزمرة الأولى يحتوي بس إلكترون واحد بالزمرة الثانية يحتوي على إلكترونين واحد وعلى إلكترونين بالنسبة للغلاف الخارجي NS2 اثنين يعني إلكترونات لعناصر الزمرة الثانية هذا الكلام صح لو لا أجي أشوف خل ناخذ على سبيل المثال الليثيوم عناصر الزمرة الأولى هذا الليثيوم عدد الذري ثلاثة أوزع إلكتروناته 1s2 2s1 الغلاف الخارجي مالته يحتوي على إلكترون واحد وايش قايل اللي قال يحتوي الغلاف الخارجي لعناصر الزمرة الأولى على إلكترون واحد هذا الإلكترون واحد إذا كلامي صحيح أجي آخذ مثال من الزمرة الثانية آخذ البريليوم اللي هو أربعة عدد الذري هذا البرغليوم على الذري 4 اوزعه 1s2 2s2 هذا غلافه الخارجي كم الكترون يحتوي على الكترونين وهذا الكترون واحد <applause> الزمرة الأولى يحتوي على الكترون واحد هذا الزمرة الأولى الأولى هذا العنصر من الزمرة الأولى هذا عنصر من الزمرة الثانية واللي يحتوي غلافه الخارجي على الكترونين طلاب هاي بس للتوضيح لكم عن شنو سهولة الحفظ لا توجد عناصر الزمرتين حرة في الطبيعة لشدة فعاليتها هذين العناصر عندي فعالة جدا ما تلقاها حرة بالطبيعة يعني شنو من فعاليتها قوية راح تتفاعل ويا اي فراح يؤدي هذا التفاعل الى حدوث انفجار مثلا عندك الصوديوم الصوديوم عندك من التلام سويا ما راح ينفجر عندك فهذه العناصر لا توجد حرة في الطبيعة توجد على شكل كلوريدات متحدة مثلا عندك ال NACL ال KCL عندك على شكل كبريتات ال SO4 تتحد وياها وتتحد ايضا ويا الاكاسيد إذا لا توجد عناصر الزمرتين حرة في الطبيعة لشدة فعاليتها. أربعة هناك اختلاف بسيطا بين الزمرتين في الصفات العامة، شنو هاي الاختلافات؟ عناصر الزمرة الثانية أقل فلزية من عناصر الزمرة الأولى. طاقة تأين عناصر الزمرة الثانية أعلى من نظيرتها العنصر الذي قبله عناصر الزمرة الأولى بسبب نقصان الحجم الذري. يعني عندك هذا العنصر الليثيوم مو يحتوي على الكترون واحد منه عرضه الى طاقه تاين هذا هذا الالكترون بسرعه ينتزع بينما عندك هذا العنصر من الزمره الثانيه يحتوي على الكترونين بغلافه خارجي فصعوبه انتزاع الأذن الاثنين الكترونات اذا طاقه تاين عناصر الزمره الثانيه اكبر من طاقه تاين عناصر الزمرة الأولى هاي تجيكم على شكل فراغات وذني تحفظ يجن بالبكالوريا هسه هاي بالنسبة للخواص العامة نجي ناخذ الخواص الفيزياوية لعناصر الزمرتين الأولى والثانية الخواص الفيزيائية اللي هي الملتك بوينت البوينك بوينت اللي هن درجة الصهر ودرجة الغليان أولاً تتناقص درجات الانصهار والغليان مع تزايد الاعداد الذريه لعناصر الزمرتين يعني شنو كلما زاد العدد الذري راح تقل درجة الانصهار ودرجة الغليان على سبيل المثال عند المغنيسيوم عدد الذري 12 وعند البريليوم عدد الذري 4 كل ما زاد راح تتناقص درجة الغليان يعني المغنيسيوم درجة غليانه وانصهاره اقل من البريليوم زين مركباتها مثل NACl وKCl إلى آخره تلون لهب مصباح بنزين بألوان مميزة بكل فلز. بلون الليثيوم اللهب يلون الليثيوم اللهب بلون قرمزي ومركبات الصوديوم يلون بلون أصفر براق ذهبي. يلون الكالسيوم اللهب بلون أحمر طابوقي والسترونتيوم باللون القرمزي والباريوم اخضر مصفر وهكذا، هذا بالنسبه للزمره الثانيه. كثافه العناصر غير منتظمه الزياده والنقصان مع تزايد اعدادها الذريه. اربعه كثافه العناصر الثلاثه الاولى الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم اقل من كثافه الماء بدرجه 25 درجه سيليزيه، هاي تحفظ طلاب هاي عليكم، لازم تحفظها. تجيك على شكل فراغات او تعداد من هذه بالنسبه للخواص الفيزيائيه هسه نجي الى الخواص الكيميائيه الخواص الكيميائيه لعناصر الزمرتين الاولى والثانيه لعناصر الزمرة الأولى إلكترون واحد تستطيع أن تفقده وتتحول إلى أيونات موجبة أحادية الشحنة يعني المتل الأم يصير موجب عند الدخول في تفاعل كيميائي. عناصر الزمره الاولى، نجي على سبيل المثال قلنا الليثيوم من عناصر الزمره الاولى، يحتوي على الكترون واحد. هذا الالكترون بسرعه يقدر يفقده، من المثل، العنصر، من يفقد الالكترون؟ خل اوضح لك اياها. المساحه. هذا عندي الليثيوم اللي هو ثلاثة 1s2 2s1 هذا عنصر الصوديوم هذا الالكترون بسهولة راح يفقده من يفقده يتحول الى ايون اللي هو ايون الليثيوم الاحادي هذا الايون اللي الليثيوم الاحادي LA موجب من تلقى العنصر عليه اشاره موجب او سالبه هذا معناه ايون، من تلقى ما عليه لا اشاره لا موجب ولا سالب فهذا عنصر، ماشي؟ فالالكترون الوحيد بالغلاف الخارجي بسهوله راح يفقده، من يفقد خذها قاعده بالكيمياء، العنصر من يفقد تصير اشارته موجبه، ومن يكتسب تصير اشارته سالبه، فهذا فقد الالكترون تحول الى اشاره موجبه. نيجي نكمل. أما بالنسبة لعناصر الزمرة الثانية، فإنها تحتوي على الكترونين في غلافها الرئيس الخارجي. تستطيع أن تفقدهما وتتحول إلى أيونات موجبة ثنائية الشحنة. إيش قد يصير موجب اثنين؟ ناخذ قلنا على سبيل المثال. هذا البريليوم اللي هو أربعة 1s2 2s2 هذا من تجي هسه توزع الالكترونات العناصر الزمره الثانيه كلها راح تلقاها تنتهي بالغلاف الخارجي اللي هو ال... ينتهي بالغلاف الخارجي اللي يحتوي على بس الكترونين فهذا الحكي ينطبق على بقيه العناصر بالزمره الثانيه يحتوي على الكترونين من راح يفقد العنصر راح يتحول يتحول الى ايون يعني بهذا الشكل يصير بريليون هو فقد الكترونين اذا شنو موجب اثنين نكمل تتحد مع اللافلزات وتعطي املاحا مستقره كثيره الذوبان في الماء عدا الليثيوم الذي يكون اقل ذوبانيه ثالثا تسلك عناصرها سلوك عوامل مختزله قويه اي انها تميل لفقدان الكتروناتها التكافؤ الخارجيه بسهوله اي سهوله تأكسدها يسمون عوامل مختزلة العامل المختزل هو اللي يفقد الكترونات ملاحظة سميت عناصر الزمرة الأولى بالفلزات القلوية ها جاي بالبكالوريا تجيك على شكل فراغات أو صح وخطأ بالفلزات القلوية ليش تعليل يجيك لأن محاليلها عالية القاعدية وسميت عناصر الزمرة الثانية بفلزات الأتربة القلوية فراغ ليش؟ لأن بعض أكاسيدها أكاسيد عناصرها عرفت بالأتربة القلوية آخر ملاحظة بهاي الصبورة المحلول الذي ينتج من تفاعل الفلز مع الماء هو محلول قاعدي قلوي هاي بالنسبة للصبورة الأولى خليكم وياي الصبورة الثانية هسه نجي ناخذ الصوديوم هذا الفصل قلنا راح نختص بالصوديوم والكالسيوم نجي للصوديوم الرمز الكيميائي مالته هو Na العدد الذري 11 عدد الكتله 23 نجي نفصله تفصال رقم الغلاف الاول اللي هو الK الرقم الغلاف الاول عدد الالكترونات بي 2 هسه لو اخذ هذا الصوديوم اوزعه Na 11 1s2 2s2 2b 6 3s 1 الغلاف الاول يحتوي على الكترونين هذا الغلاف الاول خش الغلاف الثاني اللي هو الال رقم الغلاف اثنين يحتوي على ثمانية الكترونات هذا الغلاف الثاني لو تجمعهم ستة 2 ثمانية الغلاف الثالث الام اللي هو ثلاثة رقم الغلاف يحتوي على الكترون واحد يجيك تعليل يقول للصوديوم تكافؤ احادي ليش ليش برايك الصوديوم تكافؤ احادي يعني شنو تكافؤ احادي يعني موجب واحد ليش لان الغلاف الخارجي الثالث اللي هو الام الغلاف الخارجي الثالث يحتوي الكترون واحد من السهوله ان يفقده وبذلك يكون تكافؤه تكافؤ احادي وعدد تأكسده موجب واحد هذا عند الصوديوم هذا غلاف الخارجي من يفقده راح يصير موجب واحد سؤال يجي أين يوجد الصوديوم؟ قلنا عناصر الزمرة الأولى والثانية لا توجد حرة بالطبيعة لشدة فعاليتها أولا لا يوجد حرا في الطبيعة خلصنا من أده. النقطة الثانية يوجد متحدا مع عناصر اخرى مكونة مركبات ثابته مثل كلوريد الصوديوم اللي هو NaCl وكبريتاته والسيليكاته وغيرها يحفظ ثلاثه يحفظ في سوائل لا يتفاعل معها ايش قلت لكم انا قلت لكم الصوديوم بسرعه يتفاعل خصوصا ويا المي من الدببة بالمي ماكو ينفجر فهو حتى يحفظوه يخلوه ويا من خلوه البنزين يحفظ في سوائل لا يتفاعل معها مثل البنزين النقي والكيروسين النفط الأبيض هذا يقودنا إلى تعليل اللي هو يحفظ الصوديوم في النفط ليش؟ يسألك هذا ثلاثة ثلاثة من أسئلة الفصل مهم يجيك في البكالوريا ليش أحفظه بالنفط؟ لشدة فعاليته حيث يشتعل عند تعرضه للهواء ولا يتفاعل مع النفط حيث يمنع تماسه مع الهواء والهواء لا يوجد الصوديوم حرا في الطبيعة لشدة فعاليته واتحاده مع غيره من العناصر مكونة مركبات ثابتة سهلة والله ترى ما بيشي شيء ما هي الخواص الفيزيائية لعنصر الصوديوم يريد الخواص الفيزيائية أولا يتحد مباشرة مع أكسجين الجو الهواء يشتعل مع غاز الكلور ويشتعل اذا سخن معه يريد المعادلة مالته طبعا هناك معادلة المعادلات مطلوبة من عندك ومطلوبة الموازنة أنتم أكثركم ما تعرفون توازنون بس اعلمكم شلون توازن يشتعل مع غاز الكلور من هو اللي يشتعل الصوديوم هذا الصوديوم الـ NA يشتعل مع غاز الكلور زائدا غاز الكلور فين الاثنين ز... صغيره جوه ليش لانه ما قال لك كلور غاز الكلور الغازات خلوله اثنين ماشي راح يكون لي يكون لي ان سي ال بس ايش قد هنا اثنين ليش اثنين هنا عندي سي ال2 فراح اضربها في CL ال ايش قد اثنين يعني هنا ايش كم سي عندي اثنين وهنا اثنين ايش قد صارن؟ متعادلات متوازنه المعادله. يبقى لي الصوديوم، عندي اثنين صوديوم هنا وعندي واحد صوديوم هنا، فحتى اوازنها اضرب الصوديوم في اثنين، يعني اثنين صوديوم هنا، اثنين صوديوم هنا، اثنين سي ال2 هنا، اثنين سي ال2 هنا. تمام طلاب؟ تفاعل بشده مع الماء، اخذ الصوديوم اللي هو احنا موضوعنا، وفعله ويا المي. اللي هو H2O مكونا هاي المواد المتفاعله راح يكون شنو شي يكون لي؟ هيدروكسيد الصوديوم هذا هيدروكسيد الصوديوم ان اي او اتش ومحررا غاز الهيدروجين اللي هو 2 وعبر عني بهذا السهم يعني دا يتحرر غاز اجي للمعضله مالتكم اللي هي موازنه المعادله خلنا ناخذها هنا بالتفصيل هنا ما عندي مجال تعالوا يا يعني. هاي المعادلة مالتي Na زائد H2O يعطيني NaOH زائد غاز الهيدروجين اوكي هيك افصلها Na عندي وحدة Na وحدة عندي هاي ال Na مالتي عندي هنا كم هيدروجينات؟ اثنين، واحد، اثنين. كم أوكسجين؟ واحدة. هنا كم NA عندي؟ وحدة اللي هي هاي. كم أوكسجين عندي؟ ذرة واحدة. والهيدروجين ثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة. هل هي هاي المعادلة متوازنة؟ الجواب لا، ليش ما متوازنة؟ لأن هنا عندي اثنين اتش، وهنا عندي 3H، فالمواد المتفاعلة لازم تكون متساوية للمواد الناتجة. فراح شو اسوي؟ اضرب الـH2O باثنين. راح ايش قد يصير عندي؟ الـH راح يصير عندي 4، والاكسجين ايش قد؟ يصير عندي اثنين. وهاي بشقد اضربها؟ اضربها في اثنين همينه. راح يصير الصوديوم اثنين عندي. والاكسجين مش قد تصير عندي ثنين والهيدروجينات قد تصير عندي هي هنا و... و... وحده وجتها وحده قد صارت ثنين اذا صارت اربعه هيدروجينات عندي ماشي زين انا من ضربته في 2 أن اي صارت عندي ثنين وهنا عندي وحده اضربها في 2 صارن اثنين عندي هسه هاي الان اي ويا ان اي الهيدروجينات تجد عندي؟ أربعة وهنا أربعة راحن متوازنة بقت الأكسجين هنا عندي؟ اثنين وهنا عندي؟ اثنين إذا هذه المعادلة وهذه موازنة مالتها أخليهن أخلي الاثنين أخلي الاثنين هنا هاي الموازنة هاي المعادلة النقطة الرابعة عندي يتفاعل بشدة مع الحوامض المخففة أخذ الصوديوم مالتي هذا الصوديوم افعله ويا الحوامض مثلا عندي H2SO4 HCl حامض الخليك انتو أه، بالكتاب أه، ماخذ ال HCl افعله وياه راح ايش راح يتحد ال NA ويا ال CL يطيني NaCl ماشي اللي هو هذا ملح الطعام اش بقى من المواد المتفاعلة؟ بقى الهيدروجين يحرر غاز الهيدروجين زين اجي للمعادلة الموازنة مع المعادلة مالتي اخذها تعال وياي هاي Na زائد HCl يعطيني NaCl زائد H2 حر غاز الهيدروجين عندي صوديوم هنا وحدة وهنا وحدة كلور وحدة هنا وحدة الهيدروجينات عندي اثنين هنا أنا. عندي هنا وحدة اذا اضرب هاي في اثنين من ضربته في اثنين صارت ايش كم عندي هيدروجينات اثنين والسي ال ايش عندي اثنين سي ال سي ال زين هنا عندي سي ال وحده هنا اثنين اذا شو اسوي لها؟ اضرب هاي في اثنين ايش قد صارت عندي سي ال سي اثنين عندي والان صارت عندي اثنين NA NA ماشي مش صارت عندي NA اثنين هنا قد عندي وحده اضرب هاي في اثنين صار عندي اثنين NA ماشي اجي اشطب الNA ويا الNA متوازنه سي ويا CL عندي اثنين باثنين متوازنة تبقى تبقى الهيدروجين الهيدروجين عندي اثنين هنا وهنا قد اثنين هم متوازنة اذا هاي الموازنة من المعادلة مالتي اجي اخلي الارقام مالتها اثنين 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 تمام جينا النقطة جيني. الخامسة يتفاعل الصوديوم مع كثير من الاكاسيد والكلوريدات بالمنهج ما ناخذ ال MgO Na فاعله ويا ال MgO شو يعطيني؟ يعطيني Na2 O, -O. -O زائد Mg العنصر اوازن المعادله ماتي. تعالوا وياها يعني. هذا الـ NA زاداً M G O مطيني مطيني NA 2 O زاداً الأوسط شوف هنا NA وحدة هنا كم كم NA 2 أضربها في 2 صار 2 ب 2 الـ MG هنا شو قد عندي وحدة هنا شو قد MG وحدة متوازنة الاكسجين عندي هنا اكسجين وحده هنا ايش قد وحده اذا المعادله متوازنه يعني بس بس اخلي اثنين على اثنين خلي اثنين هاي الموازنه مال المعادله مالتي زين مثال ثاني موجود بالمنهج مالتكم اللي هو NA AlCl3 يعني وش قاطب اللي كاتب يتفاعل الصوديوم مع كثير من الاكاسيد MgO هذا اكاسيد شلون عرفت اكاسيد من بي او والكلوريدات يعني بيها Cl ايش يعطيني يعطيني NA Cl اللي هو ملح الطعام كلوريد الصوديوم زائدا العنصر اجي الموازنة مالتي تعال وياي هذا العنصر اللي هو ال NA يتفاعل مع ال AL CL3 يعطيني ملح الطعام NA CL زائد شنو؟ العنصر يعني شبوقة من تفاعل هذا تفاعل ويا هذا شبقى من عنده بقى بس العنصر زين اجي الموازنة مالتي موازنة المعادلة اللي هي المعضلة مالتكم انتم زين اخذها بالتفصيل ايش كم ان هنا عندي عندي وحده هنا ايش قد نكمل منتج الكهرباء عندي ان اي وحده هنا هنا وحده متوازنات الاي ال عندي وحده هنا عندي وحده هنا متوازنات السي ال عندي ثلاثه بوحده هنا المشكله مالتنا اذا السي ال عندي ثلاثه واحد اثنين ثلاثه هنا ايش قد عندي وحده حتى اوازنها اضرب هاي ايش قد في ثلاثة صار عندي ثلاثة سياط بس من ضربته بثلاثة ال ان هم صارت ثلاثة عندي ان اي ان عندي هنا وحده فش اسوي اضربها هم في ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اجي هسه اشطب ان ثلاثة ان ثلاثة CL3 وهي CL3 اذا هذه الموازنه مالت هاي المعادله 3 ب3 ماشي طلاب هسه نجي ناخذ اخر سؤال هاي المحاضره كيف يتم الكشف عن ايون الصوديوم في مركباته يريد الكشف عن ايون الصوديوم شلون اكشف عنه؟ من قال لي ايون الصوديوم هذا الصوديوم ان اي ايون اذا اشارته موجبه العنصر اعيد وصف العنصر ما عليه اشاره ايونه يصير عليه اشاره موجبه او سالبه ماشي؟ يتم الكشف باستعمال كشف اللهب كشف الجاب حيث يلون الصوديوم لهب مصباح بنزل باللون البراق الذهبي الأصفر طلاب هنا نختم المحاضره مالتنا نشوفكم ان شاء الله بالمحاضره الجايه اللي راح ناخذ بيها مركبات الصوديوم وناخذ بيها الكالسيوم ان شاء الله اشوفكم المحاضره الجايه مع السلامه